مش عارف عايز اعلق انا. طارق يحيى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تتكلمش، قال مش عايزيننا نقول كلمه الحق. الله العظيم، طارق يحيى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاكرم للزمالك الانسحاب من جميع البطولات. استدق بالله، والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله، انتوا تحمدوا ربنا ان احنا بلد محترمه ومسالمه. اقسم بالله اللي زيكم يتجرع على المعتقل عشان يتعلم الادب. الناس اللي بتصرح التصريحات دي التي تدعو الى العنصريه والتنمر وكراهيه الاخر، اقسم بالله العلي العظيم، يجروا على المعتقلات عشان يتعلموا الادب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني انا مش متخيل، والله العظيم ما متخيل. انا بشكر كل الاخوات الزملكاويه المحترمين اللي بعت لي من اهو من اوروبا، اهو زملكاوي، والله اشكرك، وانا زملكاوي وايدك في كل كلمه بتقولها. انت راجل بتقول كلمه الحق. احنا بنخاطب الناس المحترمه، احنا بنخاطب الناس المحترمه. وبعد كده النهارده انت جاي تتكلم عليا انا، جاي تتكلم عليا انا، ولا تقول لي مش عارف شركه زملكاويه واسحب مش عارف ايه وما عنديش مرتبات لحد تاني، ولا الكلام الفارغ اللي ملوك لازمه ده. حضرتك بتتابع خالد الغندور كاتب ايه على صفحته؟ خالد الغندور لخمس ايام على صفحته مولع في مصر كلها. يا اخي حتى لو انت اعتبرتني يا عم ان انا لسان حال مغاير، رغم اني انا لا انتمي الى شيء، يا اخي اعتبرني لسان حال مغاير. انت يعني انت بتدعو للتعصب زيه؟ يعني انا بشكر بس صديقي العزيز، حد بعت لي من امريكا بيقول لي حضرتك ابعت لي كل التفاصيل اللازمه، يشرفني ان انا اكون راعي لبرنامجك. يا عم الله يخليك، الدنيا زي الفل، وارجوك ما تقولش اسمي، ومش عايز اي شكر على الهوا. انا رجل اعمال مصري لي 50 سنة هنا ومن متابعينك، واتشرف ان شركاتي ترعى برنامجك وبعت لي كل التفاصيل. يا عم بارك الله فيك يا عم، شكرا. احنا علشان الناس المحترمه دي صوتنا عالي، عشان رساله زي كده صوتنا عالي، عشان رساله زي كده صوتنا عالي، عشان ربنا قال الرزق هو الله، عشان ربنا قال انا اللي برزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، عشان ربنا اللي بيقسم الارزاق، علشان ربنا سبحانه وتعالى اللي بياخد الارواح. علشان كده احنا عملنا بني ادمين، واحنا بفضل الله لولانا ما كانتش ناس تسوي ثلاثه تعريفه، ولم ناخذ حقنا، ولن يستطيع احد ان يمحي من التاريخ ان احنا صنعنا تاريخ جديد في الاعلام الرياضي. صنعنا تاريخ جديد في الاعلام الرياضي غصب عن عين اي حد. وانا بس مش عايز اتكلم عن غير عن نفسي عشان ما احرجش حد معايا. مع كل الاحترام لأنكل أبو المعاطي زكي الراجل الرائد قبلينا، ولكن مش عايز أحطه في المشاكل اللي احنا فيها، لأني أعتقد إن أبو المعاطي زكي ما يعرفش اللي احنا فيه. يعني إذا كان بيتفرج على الحلقة أو ما شافهاش، أو ربما يكون ما قراش البيان حتى اللي احنا طلعناه. النهاردة عشان رسالة زي كده، عشان رسالة زي كده بنقول كلمة الحق. والحمد لله صقم مسموع، ونقدر نقلب الطرابيزة على أي حد خلقه ربنا، لأن مفيش حد في الدنيا كسر عنا بحاجة. وبعد كده يكفيني فخر إنك أنت أقول لك إيه، بس أنا واخد عهد ما اشتمش. يلا ما اثبت يا عبد الناصر، اثبت يا عبد الناصر، اثبت يا عبد، اثبت يا عبد، أوعى تخرج عن النص. أنت وعدت ربنا وأنت مريض، انت وعدت ربنا وانت مريض يا عبد الناصر، اوعى تشتم. حاضر اهو، شوف بذكر نفسي اهو، كل ما جت تنزل شمال افكر نفسي وارجع يمين اهو. جايين تتكلموا معايا؟ طب وخالد الغندور بيبيع سبح في الحسين؟ طارق يحيى بيبيع سبح في السيده زينب؟ احمد جمال على الحدث اليوم ايه بيصلي القيام طول الليل هو اللي معاه؟ جايين تتكلموا معايا انا؟ هو انا للدرجه دي تعبكم كلكم للدرجه دي؟ ده
يرفع عليا قضايا هنا وده يرفع عليا قضايا هنا، والشركه اللي هي اللي فجاه ما تجوش عندنا تاني، يلا يا كلاب مع السلامه. لا، احنا بني ادمين، احنا محترمين، احنا ادينا، احنا كفحنا، احنا اخلصنا، احنا امنا بقضيتكم، ولو ما امناش بيها ما كناش اشتغلناها. ما ينفعش نتعامل كده ابدا ابدا، والله ما ينفع، اقسم بالله ما ينفع، والله العظيم ما ينفع، والله العظيم ما ينفع. اهدى عبد الناصر، اهدى 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 عبد، حاضر اهو اهو اهو، اهدى عبد عشان ما تخسرش الناس، اهدى اهدى وعدي الحلقه دي على خير يا عبد، اهدى كده وصلي على النبي، اهدى وصلي على النبي، حاضر.